بهذا الفيديو بنحكي عن اهم خمس خطوات لازم تتبعها لما تيجي تزور اهل البنت اللي انت فكر تخطبها. زيارة اهل البنت شغلة متعارف عليها في الدين ومن ضمن عاداتنا وتقاليدنا، بس المشكلة محدش بحضرنا لهذا الموضوع، واحنا كلنا بنعرف انه هاي الزيارة لها اهمية كبيرة ممكن انها تساهم في نجاح او فشل العلاقة من اولها. فعشان هيك خلينا ندخل على طول في اول خطوة اللي هي اللبس. بدون شك انت المفروض يكون شكلك مرتب لما تروح تزور اهل البنت، بس حاول انك ما تبالغ في الموضوع وتلبس بطريقة انت عادة ما بتلبس هيك، ولا انه كثير تكون ماخذ راحتك لدرجة انهم يحسوا انك انت مش مهتم ابدا في الموضوع. غير هيك لا تلبس بطريقة تبالغ فيها نواحي معينة من حالك عشان انت مفكر انه هذا الاشي هيعجبهم. بدك تكون نوعا ما على طبيعتك، شوف انت كيف عادة بتلبس وضيف عليه شوية ترتيب زيادة. يعني لو انت بتلبس بلوزة عادية حاول انك تلبس قميص، او لو بتلبس بوت من نوع معين حاول تلبس بوت من نوع ارتب شوي. بس الشغلات المفروض تتفاداها بلوزة مرسوم عليها او عليها كتابة بطريقة مبالغ فيها، الوان ابدا مش متناسقة مع بعضها، او شغلات خطرت على بالك وابدا ما لها داعي. بعد ما خلصنا من اللبس بدنا ندخل على ثاني نقطه اللي هي التصرفات. لما تيجي بدك تزورهم لا تدخل عليهم باندفاع على اساس انك انت بدك تخطبها قبل ما تعرف مين هي، وبنفس الوقت لا تدخل بتردد وتوتر وخوف كانه انت مش عارف وين الله حاطك. حاول انك انت تدخل بثقه، كون مرتاح، كون على طبيعتك. اتذكر انه البنت واهلها على الارجح كمان متوترين، لانه في فرصه انه انت الزوج المستقبلي وهم بدهم يتاكدوا من هذا القرار، فتصرفاتك الهادئه ممكن تهدي من اعصاب الجميع، وبسببك انت ممكن فعلا الزياره تمشي بطريقه كتير سلسه. بعد ما تقعدوا حتنتقلوا على ثالث نقطه اللي هي الاسئله اللي اهلها حيسالوك اياها، وهي الاسئله طبيعيه عشان الاهل يتعرفوا عليك اكثر انت كشاب. في سؤال حيكون عن انت شو دارس وشو عم تشتغل حاليا، سؤال عشان يعرفوا نوعا ما انت شو مستواك الديني، وسؤال عن مخططاتك المستقبلية عشان يعرفوا هذا الشاب اللي جاي يطلب بنتهم هل هو في باله يفتح بيت ويربي عيلة بطريقة مرتبة ولا لا. هاي الأسئلة خلي في بالك انه ما في إجابة صح أو خطأ، بدهم يعرفوك على طبيعتك لأنه هذا الإشي لو ما بين هلأ حيبين بعدين. انت اختصر على الجميع ومن هلأ كون على طبيعتك وكون صريح بخصوص هاي الأجوبة. بس شغلة مهمة تخليها في بالك، مصطلحات بذيئة وما إلها داعي نظف تمك منها، اي كلمات مو مناسبه تخلص منها من قاموسك على طول. بعد ما تخلص من الاسئله اللي اهلها حيسالوك اياها صار وقت تركز على الاسئله اللي انت بدك تسالها للبنت. مثلا ممكن تسالها شو مخططاتها الحاليه والمستقبليه، وبناء على اجابتها لهذا السؤال انت ممكن تسالها كيف الزواج بيتناسب مع خططها الحاليه، واذا الزواج إشي هي حاسبه حسابه او شغله مفاجئه بالنسبه لها. ممكن كمان تسالها عن الشغلات اللي هي حاسه انها ضروريه تكون موجوده في الزواج. مثلا ممكن تقول لك انه هي قبل ما تتزوج حابه تخلص دراسه ماجستير، او انه هي حابه لما تتزوج تستقر في نفس البلد اللي اهلها عايشين فيه. طبعا هاي قرارات انت لازم تحترمها، بس كمان لازم تكون عارفها قبل ما تدخل على الزواج. واحده من النقاط الاساسيه كمان موضوع الاطفال. مره ثانيه ما في اجابه صح او خطا، بس لازم الطرفين يكونوا عارفين طريقه تفكيرهم بنفس المواضيع هاي قبل ما الامور تتطور. شغله كتير مهمه لازم تخليها في بالك انه انت مش عم تستجوب البنت، حاول انك انت تحكي باسلوب رايق، تتعرف عليها بشكل عادي وتدخل الاسئله هاي بشكل طبيعي عشان هي ما تحس بطريقه غريبه منها. بس تخلص كل هالنقاط وتقرب على نهايه الزياره وحاسس انه انت حابب تكمل الخطوه اللي بعديها، انت حسيت حالك مرتاح للبنت وانت حسيتها مرتاحه معك، فلازم تخلي هاي الشغلات في بالك. اول شيء دائما كون صريح بكل نواياك وافعالك. شغلات روميو وجولييت والافلام الرومانسيه ما بتنطبق هون، شغله ما فيها لا لف ولا دوران. ما بدك تكون انت من النوع اللي بتخبى ولا اللي محدش عارف شو بيفكر. زي ما احنا بنقول لازم تدخل البيت من بابه عشان الناس تكون عارفه انت 100% شخص صريح وما في شيء تخبيه. افهم كمان من البنت ومن اهلها هم كيف حابين يتحركوا. يمكن تلاقي حالك انك انت مستعجل على خطوه معينه وهم مش جاهزين، او العكس، فضروري انك انت تتفاهم معاهم عشان الكل يكون على نفس الصف. والشغله الاخيره لو انت مو متاكد من موضوع معين اسال، لانه قراراتك مش بس بتاثر عليك، بتاثر عليها وعلى اهلها وعلى اهلك، فقرارك له وزن كثير ثقيل. اسأل عشان ما تعمل خطأ انت حتندم عليه. في النهاية موضوع الزيارات هذا ممكن يزبط معك من اول مرة، او ممكن تضطر تعيده مرتين وثلاثة، بس مهما كان الوضع اللي انت فيه حاول دائما تكون مرتب على طبيعتك وتخلي ثقتك في ربنا انه ان شاء الله حرزقك البنت المناسبة لك واللي انت تكون مناسبة لها كمان. مش قادر اصور هو عم بمرق. استنى ايوه عدت اللقطة هاي، عدت اللقطة هاي مليون مرة مش عارف ليش القميص مش راضي يزبط في هاي الحركات، بس عشان اوري ان انا بسمع، يعني انا بس عم بحرك ايدي عشان زين يقدر يختار يعني من اللقطات هاي كلها شو انسب لايش بناء على الحكي اللي انا بحكيه. ما هو بالضبط بنهايه المشاهد هو مش حيعرف ولا حيسمع الشغلات اللي بتصير هون، فهذا بس عشان يوري انه زي كنا عم بحكي معك وعم بسالك اسئله وحابب اسمع منك مع انه ما في حدا قاعد قدامي. وبس فعلا ما بلومك ابدا، ما بلومك، لا شو الواحد بده يساوي، صح بده يستنى ويشوف، وبعدين زين هو اللي بده يختار الفيديوهات اللي بتزبط من اللي ما بتزبط واللي حيكبها بزباله وما يستعملها، مع اني انا قاعد وعم بعرق وشوبت، بس مش مشكله حصل خير طبعا، يعني كله خير.
عم بحاول اصور بس المزارع موجود في محل انا حصور فيه والشمس قربت تغيب وهذا ماخذ راحته لانه جايب صاحبه يتانس معه وانا عم بصور فيه ولد والله جنني. اسمع اسمع الصوت مش معقول. رايح راجع رايح راجع رايح راجع على الشارع. خلص يا اخي بكفي.